استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصفرية مساء هذا اليوم الشيخ شافي بن ناصر بن حمود الشافي شيخ شمل قبيلة بني هاجر والشيخ شافي بن سالم الشافي وإخوانه وأبنائه وأبناء عمومته الكرام. وقد رحب جلالته بالجميع وأشاد الملك المفدى بالصلات العائلية التاريخية مع الشافي وقبيلة الهواجر وما تشهده هذه العلاقات من تواصل مستمر بفضل الحرص المشترك لما فيه الخير والمزيد من الترابط بين الجميع.